ممكن ما تحكي مع رفيقك؟ انا ساعة عم بسأله شغلة، لا تسأله، تعال اسألني إلي. دخيله اللي بغار. هل تعرف نيوتن؟ لا والله يا أستاذ. لو منتبه على دروسك كنت عرفته. أستاذ أنت بتعرف حسام؟ لا لو كنت منتبه على بنتك كنت عرفته. لا طبقك أنت. أنسى أنا بحبك، تتزوجيني؟ بس أنا ما بحب الأولاد. مين قال لك بدي أجيب أولاد؟ يا أخي لا تضحك، لا تضحك أنت، هلا بكره بتجيب علامة تامة. شو اسمك يا ابني؟ ياسين أنسى. طيب معناها بكره بتجي حافظ صورة ياسين، وأنت شو اسمك؟ كوثر. هيك بنكون خلصنا درس الطاقة وتوليد الكهرباء. حسب الله توليد الطاقة طبيعي ولا قيصرية؟